السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الجديد من دروس موقع t2space.com. إذا إن شاء الله في الدرس غادي نوريكم واحد البرنامج جميل جدا، وهو برنامج أرتيتراك ويب سايت كوبير. هذا البرنامج اللي يمكنكم أنكم تقوم بعملية يعني الكوبياج ديال المواقع، وتستخدموا هذه المواقع يعني ما تكونش عندكم لا كونيكسيون انترنت. البرنامج مفيد جدا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش انترنت في الدار، ولا الناس اللي كيبغيو انهم يتصفحوا المواقع بدون انترنت. اذا الموقع الرسمي للبرنامج هو http://.com. اذا البرنامج مجاني، يعني ما تلقاوش مع اي مشكل. غتمشيو لا سيكسيون داونلود وغتقوموا بعملية تحميل البرنامج. البرنامج فيه نسخة للويندوز، نسخة لينكس، ونسخة يعني هو ملتي بلاتفورم، وفي 60 ولا 30. اذا هنايا في لا سيكسيون داونلود كتجيو هنا لتحت، كتلقاو لي ديفيرون بلاتفورم ديسپونيبل. يعني هنايا بالنسبه لي انا غادي نختار لا فيرسيون 32 بيت الخاصه ب 7. اذا هنا غتقوم بعمليه تحميل http://.exe. اذا هنا ملي غتقوم بعمليه التحميل ديالو غيكون عندك http://.exe. غتقوم بعمليه الانستال، يعني العمليه سهله جدا، يعني كتبع المراحل. وهنا غادي نمشيو للبرنامج. اذا هذه هي الصفحه الخاصه بالبرنامج. طريقه التعامل مع البرنامج طريقه سهله جدا، فقط كتختار اليورال، يعني الموقع اللي بغيتي تكوبي ليه لي دونيم ديالو، والبرنامج كيخدم. اذا هنا غادي نوريكم هذا الموقع الجميل ديال الالغوريثميك والالغوريثميك. هذا هو الموقع اللي بغينا نحطوه عندنا اون لوكال، يعني ما بغيناش نبقاو نصفحوه في الانترنت، ولكن غنبقاو نصفحوه اون لوكال عندنا. اذا شنو غادي ندير؟ غنكوبي هذا لادريس، هذه غندير كونترول سي، غنرجع للبرنامج، غندير نيكس هنايا باش نبدا نوفو بروجي. هنا يمكن تعطيه نيم باغ اكزوم، نعطيوه في حالتنا حنا نعطيوه تيتو سبيس، دونك الموقع ديالنا. هنا يمكن تعطي بروجيكت كاتيجوري باغ اكزومبل الغو كمثال. هنايا المكان اللي بغيتي تونجستري فيه لي دونيم ديالك، في هذه الحاله انا غنخلي هذا المكان، ندير نيكس. هذا هو المكان المهم. هنا كات شنو بغيتي لاكسيون، في جميع الحالات واغلب الحالات انا كناخذ داونلود ويب سايت. هناك اوبسيون اخرى ولكن الاكثر اهميه هي داونلود ويب سايت، يعني انك تيليشارجي لو سيت ويب كومبلي. اذا هنا غندير كنترول في الموقع وغندير نيكس مباشره. هنايا نخليو هاد لي اوبسيون بار ديفو، ومباشره كتلاحظوا معايا انه كيبدا يقوم عمليه تحميل الموقع كامل. وغادي يعني على حساب الكبر ديال الموقع واش غادي يحتاج الوقت. بما ان هذا الموقع ماشي موقع كبير جدا، يعني ما غاديش يتطلب الكثير من الوقت باش يقد انه يتيليشارجي الموقع كامل. اذا غادي ننتظروا ان شاء الله مني يسالي التيليشارجمون ديال الموقع ونعاودوا نتلاقاو. اذا هنايا نعود الى الدرس ديالنا. كما كتلاحظوا معايا انه قام بعمليه الكوبياج والتريشارجمون ديال الموقع كامل. اذا ندير فينيش، نرجع للدوسي اللي كتلي انا فيه قوم بعمليه سيف. وكما كتلاحظوا معايا انه هنا قام بعمليه سيف. ولا دخلنا هنايا للتيتو سبيس غلقاو، دخلنا الاندكس.html، تلاحظوا معايا ان الموقع كامل هنايا، يعني الموقع اللي طلبنا منه قام بعمليه السيف والتريشارجمون ديالو. الى مشيت هنايا في اي ليا غادي نقد ندخل ونافيغي في الموقع بشكل سهل. وكما كتلاحظوا الفوق ان انا اون لوكال، يعني جو سوي با في لادريس الموقع. بهكا يمكن انكم تخدموا بهذا الموقع بدون اي مركب واي مشكل لانكم خدمين به اون لوكال. اذا الموقع مفيد، عفوا البرنامج مفيد جدا، نتمنىكم انكم تستغلوه بشكل ايجابي. ولكن عندكم في تساؤلات او شي اقتراحات يمكن تطرحوها علينا على موقع t2space.com او على الصفحه الخاصه بنا على الفيسبوك. نعم حنا سعيدين جدا باننا نتلقاو التعليقات ديالكم او التشجيعات ديالكم وحتى الانتقادات ديالكم. اذا نتمنى ان نلقاكم في درس قادم، والى اللقاء.